أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع أمه بالثمانية وأربعين. مصطفى تقلي مش مواجهة لأنك أنت بتعرف كتير منيح إنه الحق عليك أنت. لما كان عندك فرصة إنك تطلع هوية إسرائيلية رفضت وتنحت. بتنزل لهوني. تصبح على خير. مريم خلص خلص. هو خلص بكفي. هلو. هلو. Are you from Germany? Yes, from Berlin. Oh. I do have a confession for you. مش محترم. شو اللي مش محترم؟ شو اللي بابنك مش محترم؟ بالله انا عايش هذا الخرا كل يوم. انا ابني ومرتي واولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار.